السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم أعزائي المتابعين. برحب فيكم عن جديد بقناتي على اليوتيوب. مثل ما وعدتكم رح نزلكم صنف حلو بعد ما عملنا فرك الكنافي وعجينة الكنافي. طبعا معروف فرك الكنافي بنعمل الكنافي نابلسية، وبالشام بيعملوها مدلوقة، وكمان في نوع ثالث من الحلويات كتير طيب وهيك من التراث الشامي اسمها كبي لبنية بالقشطة. هالاسم اجا لان شكلها هيك مثل الكبه بقلب اللبن، واللبن هون حطينا بداله قشطه فاستوحوا الاسم من شكل الطبق. تمام، كتير طيبه وصنف هيك يمكن ما يكون معروف عند الجميع. حبيت ضوي على هالنوع من الحلويات وتاخدوا فكره تنوعوا بالحلويات الرمضانيه. بيشبه حلى جلاب جامون الهندي اللي قدمت لكم اياه مسبقا، بيتقدم جنب البوظه ومحشي كمان مكسرات وبينقلب السمني، وهون نفس المبدأ. لكن جلاب جامون بحس هيك تقيل على الأكل شوي، يعني ممكن نتناول قطعة نحس حالنا أنه انصدمنا لأن مصنوع من الحليب البودرة، بينما هذا الصنف من الحلو ما فيكن تكتفوا بقطعة واحدة، كتير كتير طيب وهيك لذيذ. خلينا نشوف الطريقة والتحضير مع بعض. المقادير عندي 2 كوب من فرك الكنافي يلي جهزناها مسبقا بفيديو منفصل بتلاقوها بصندوق الوصف، او بتجيبوا كنافي خشني جاهزه بتطحنوها وبتجهزوها مثل ما عملنا بالفيديو الماضي وتستخدموه لهذا الصنف من الحلو، او بتجيبوا فرك كنافي جاهز يلي مصنوع من السميد وبتقدروا بتشكلوها لهذا الصنف. رح نعجنها بالحليب السائل، ما رح استخدم كل هاي الكميه بالتاكيد، بس انا حطيت جنبي كوب لانه رح يلزمني للعجن ورح يلزمني للتشكيل. ورح اعجنها بشويه قطر، يعني هيك شيء معلقه مثل وقت عملنا بالمدلوقة، بس هوني فرك الكنافي اللي معمول من غير سميد ما بيحتاج كتير سوائل. تمام، الحشوة رح تكون فستق وهي أصولها هيك، لكن في بديل تاني فيكن تحشوها بقشطة متماسكة تكون، نزلت لكم طريقتها، أو قريش جبن اللي بدكن اياه. رح نقليها بالسمنة وهي هيك أصولها لتاخدوا الطعم الطيبة، وإذا ما في مجال فيكن تقلوها بالزيت بس بالسمنة أطيب. هلأ بدي حضر عجينة الفستق يلي نفسها بنستخدمها نحنا وعرضناها مسبقا بفيديوهات المعمول. 2 كوب فستق غير محمص، وفيكن تحمصوه، رح حط عليه معلقتين طعام سكر بودرة أو بتحطوا سكر عادي بس أفضل بودرة. رح أحط ملعقة طعام كبيرة من الكلوكوز يلي حضرت لكم اياه كمان مسبقا بفيديو صوص الكراميل، بتلاقوه كمان الرابط بصندوق الوصف، او بتحطوا قطر بتضلكن عم تضيفوا القطر لحتى تتشكل عندكم عجينة تقدروا تكوروها. رح احط ماء زهر قدر معلقة ونص طعام كبار واخلطن على الخلاط، او بجيب كيس نايلون يلي ما موجود عنده خلاط، كيس نايلون وبالشوبك بروح وبيجي كذا مرة لحتى يتكسر معي الفستق، بعدين بضيف عليه الإضافات يلي حطيتها وبصير بعجن فيه لتتشكل عندي كرة. هاي العجينة نفسها عرضت لكم إياها عدة مرات بفيديوهات المعمول، تقدروا تضيفوا لها ملون طعام لحتى تاخدوا لون، أنا هالمرة ما حطيت. شايفين هاي عجينة الحشوة صارت جاهزة. رح نحضر هلأ العجينة الخارجية، رح أحط لها بس معلقة قطر، وحط هلأ ربع كوب من الحليب السائل البارد. فيكن تعجنوها بمي بس بحليب هيك بتطلع اطيب. نفس مبدا عجينه المدلوقه اللي حضرت لكم اياها بالسميد مسبقا، بس هون ما في سميد فما بتحتاج كتير سوائل، عجناها وقتها بالحليب السائل وبالقطر اذا متذكرين. وهي العجينه كمان هي عجينه مدلوقه، يعني فيكن تمدوها وتحطوا القشطه فوقها ومكسرات ورشه قطر وتتناولوها، بتطلع طبق غير شكل. بس هون بتنعمل هاي العجينه كمان هذا الصنف كتير طيب. بنشوف نحن العجينة إذا لازمة لسه سائل منضف لها، حطيت لها كمان شوية حليب، يعني حطيت حوالي 3 كوب لاتنين كوب من فرك الكنافي. طبعا فرك الكنافي نحن فاركينه بالسمنة مسبقا مثل ما شفتوا ومنشفينه بالفرن. العجينة صارت تمام، كمان رح احتاج لحليب سائل، قطر ممكن تحتاجه شوي عند التقديم اللي بيحب حلاها يكون ظاهر.
هلأ عجينتنا صارت جاهزة، بس ببطن إيدي بقليل من الحليب السائل كأني عم بعمل عجينة كبي. كيف ببطنها بالمي؟ هون ببطنها بالحليب، رح أفتحها لتصير رقيقة وأحشيها بحشوة الفستق. كتير شغلة سهل وأكل كتير كتير طيبة، رح تعجبكم إن شاء الله بس تجربوها. مجرد تحضروا فرك الكنافة بصير أسهل صنف حلو بتقدروا تحضروا. ممكن هالكرات تحشوهم وتفرزوهم مثل ما هني، وقت بدكم تقلوهم بتخلوهم يفكوا 50% وتقلوهم بالسمنة الساخنة مثل ما بدي أعمل هلأ. وتكونوا مجهزين انتو القشطة، وراح احكي على التفاصيل كيف نقدمها بس لخلص تشكيل. وهيك عنا الكرة صارت جاهزة، بحطها على صحن. راح سوي واحدة تانية قدامكم ونحشيها بالقشطة. طبعا هي بالفستق بس انا لقيت لكم بديل، تقدروا تحشوها بالقشطة بس راح يصير قشطة على قشطة، بس يفضل انه تنعمل بالفستق. ما ننسى نبطن ايدنا كل شوي بالحليب السائل حتى ترص العجينة اكتر وما تنشف. انا هاي عندي اياها قريشة جبن، ماني عاملة قشطة. كمان منكورة. بفضل بعد ما نشكلهم نحطهم بالبراد لو ربع ساعة، هيك يبردوا أكتر. بعدين بنقليهم بالسمنة. هلا رح خلص الكمية وبرجع لكم. وهلا خلصت الكمية، عملت جزء بالقشطة أو بقريشة الجبن وجزء بحشوة الفستق. رح سخن هلا السمنة وخلي العجين هيك يبرد، اما بالفريزر 10 دقايق او بالبراد هيك ربع ساعة. تكون السمنة طبعا ساخنة، ومنخلي النار هون متوسطة لان السمنة بتكون حامية اكتر من الزيت مشان ما تطلطش اكتر الحبات. ومنحاول بالبداية أول 30 ثانية ما نقرب على الكرات، وفضل نحطهم بالإيد. بس أنا هون عم مثلكم الكفكير لأني لابس كفوف عشان ما يكون قريب على النار. بعدين صرت نزلهم بإيدي، تمام؟ بحرك برفق بحنية عليهم حتى ما تفرط، بعود خشبي أو بالشوكي أو عود خشبي بيكون أفضل. وبعدهم شوي عن الحواف حتى ما يحترقوا، تمام؟ نحاول ما نكتر بالمقلة، 2 لـ3 حبات، ويكون الوعاء غميق أفضل مشان ينغمروا، وحتى نحنا ما نستهلك كمية سمنة كتيرة مشان ما يغبوا كتير هيك دسم. يفضل إنه نحنا ما نكتر، هيك ما بيطولوا بالاستواء وبيطلعوا اقل دسم. بنزلهم فورا بالقطر البارد محضر مسبقا. طريقته شارحتها مشان ما يسكر معكم بدون فترة طويلة، وتحفظوه خارج البراد او بالبراد. بتلاقوا الرابط بصندوق الوصف لتحضير الشيرة. بحركهم كمان برفق، بخليهم هيك نصف دقيقة بس تطلع الوجبة الثانية، برفعهم بحطهم على مصفاي لنتخلص من القطر الزائد. هاي الدفعة الثانية، بكرر العملية لتخلص عند الكرات. بعدين منكون محضرين نحنا قشطة. هاي قشطة أنا حضرتها من غلي الحليب، رح نزلكم إن شاء الله طريقتها. وأنا نزلت طرق كتير لعمل القشطة. فيكن تحطوا الكرات بالكريمة أو بالفريش كريم، هذا القشطة النسلي أو البوك أو المراعي، أي نوع بدكن يا. بس أنا فضلت حطها بالقشطة العربية اللي مصنوعة من الحليب.
بنغلي الحليب ونخليه يبرد، بنرجع بناخد الوجه ونخليه يرجع يغلي ويبرد عدة مرات هيك لحتى نحصل على هاي الكمية من القشطة. بنحط الكرات بعد ما يبردوا تماما مشان ما يسيح القشطة، وبنقدمهم مع رشة فستق، ويلي بيحب يزيد حلاوي في يحط شوية قطر، واستمتعوا بهالطبق الطيب برمضان من التراث الشامي. ما بتكتفي بقطعة واحدة، تغيير شوية عن الكنافة وعن المدلوقة. ومشان التفريز بعد ما نشكل الكرات بنحطهم بصحن ومنغطيهم بكيس وبنفرزهم، وقت بدنا نستخدمهم مثل ما قلت منطلعهم يفكوا 50%، بعدين نقليهم بالسمنة الساخنة على حرارة بعدين متوسطة، وبتحطوا لهم القطر البارد، وبعدين بكلهم مجهزين القشطة بس يبردوا تماما بتحطوهم عليها بصحن التقديم وبتقدمون. وألف صحة وهنا. هلا رح شوفكن المقطع العرضي لهالأكل الطيبة. طريقة القشطة إن شاء الله رح نزلكن إياها، ووصفات القشطة كلها رح تلاقوها بصندوق الوصف. بس أطيب شيء هذا النوع العربي، شايفين هاي قلبها من الداخل، وهي يلي بالقشطة. وممكن إذا ما بدكم تحطوا لها قشطة ممكن تقلوها بعد ما تحشوها مكسرات أو قشطة، تحطوها بالقطر وتاكلوها، يعني مو بالضرورة نتقيد بالوصفة الأصلية. إن شاء الله تعجبكم، لا تنسوا دعم الفيديو بلايك ومشاركة المقاطع لتعمل فائدة أكثر، وكمان اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم إشعار بالوصفات اللي عم تنزل. إن شاء الله بشوفكم فيديو جديد، انتظروني. السلام عليكم.